أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية إيران وإسرائيل، وذلك لنقل رسائل مصرية مهمة بضرورة التهدئة وتجنيب المنطقة المزيد من أسباب التوتر وعدم الاستقرار. وصرح سفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية بأن وزير الخارجية أعرب عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار حالة التصعيد العسكري غير المسبوقة بين إيران وإسرائيل، كما طالب نظيريه الإيراني والإسرائيلي بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وأكد وزير الخارجية أن مصر مستعدة لتكثيف جهودها بالتعاون مع شركائها لنزع فتيل الأزمة الراهنة التي تأخذ منحى تصعيديا خطيرا لتزامنها مع استمرار أزمة قطاع غزة والمعاناة اليومية للشعب الفلسطيني.